ربما يبدو الحيوان السري كالإنفالة الذي يجهد الركض ويستطيع القفز لمسافة طويلة، وخلال هذه القفزات يقوم الإنفالة بالركل في الهواء لإطلاق رائحة من إحدى الغدد الواقعة في قائمتيه الخلفيتين، وهذه الرائحة عبارة عن رسالة تحذيرية لتفادي الآخرين، وهذا القفز يعمل أيضا على تشويش حركة الحيوانات المفترسة. الإمبالا حيوان عداء مدهش لدرجة أن صغاره تنهض وتبدأ بالعدو بعد دقائق من ولادتها، لكنه ليس حيواننا السري، فالحيوان السري لا يشبه الإمبالا ويتميز بجسم أكثر غرابة من الإمبالا.